لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. صالح يا صالح، سامي يبا عمر. شوف يا وليدي، هات التمر هذا لا تقف الا بالرياض، تعطيه الشيخ ابو فالح ولا تقف الا عنده. ابشر يا بي. كفو ولدي. سلام عليكم. واحد توين تيربو. شوف 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 الباص العيون. ها ما يمشي. كفو. هيا هلا بود العم صالح، حنا بالاستراحة، عساك قريب نحتريك على العشاء. لا 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 تحتروني، يبي لي ساعتين يمكن زود، بس ولا خل الوالدة تحط لي فراش بالملحق، أباجي دايخ وبحط راسي وانام. ابشر بعزك، ابى اخليهم يخلون لك الباب مردود. اوكي تاصل بالسلامة. هلا والله بريحة القصيم البطلة. ايش اخر شكله تعبان. اوف اوف والله ما قصر، جايب لنا تمر. طب تعرفني احب الكليجة. يلا الجيات ان شاء الله. هلا والله بالتمر البطل. وينك فيه؟ ليه متأخر؟ بالاستراحة. وش دي الاستراحة اللي تقعد فيها طول الليل؟ تعالي تعالي شوفي امه، صالح ولد عمي جايب لنا تمر على كيف كيف، فاخر من الآخر. الله يعطيهم العافية، ما قصروا. عاد أنا أبنام، وإذا صحى صالح قوموني. بأذن الفجر بعد شوي، صل ثم نم. أكيد يما ما يحتاج. وش ذا التمر الزين؟ هلا يبا سم. عساك وديت التمر للشيخ ابو فالح؟ لا والله توي واعي. انا لله وش انا قايل لك، ويل وبرده هالانسان ذا. يا وليدي رح لمها الحين. سم سم الحين اقوم، الحين اروح له. راح له ذا منخ منخ هذا ذا وين راح له؟ يا زين ذا التمر اللي جابه صالح. ها يهبل. ها خذ شو؟ ايه. اي والله يا زينة. هي بس عادي بلاش كثر منه، ترى بيرفع السكر. دي 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 دي. انت ما تعرفين ان هذا مسامير القلب. ام عامر. نعم. وين صالح؟ نايم بالملحق. اعطي جيراننا من التمر شوي. ان شاء الله ابرسل حق ام عبد الله وام محمد، يستاهلون. يا سليمان سليمان راح، وانا متاكد مليون بالمية اني حاطه بذا.
عامر، ما أقول له عامر. هلا وينك؟ بغرفتي وش تبي؟ عسات انام عليك تريله، انزل ابيك. خلاص خلاص اوكي اوكي. ايش عنده ذا النفسية؟ يبا خلاص ثلاث تكفي. ما بشغلت الحافظ رب العالمين. صباح الخير لأحلى أب الدنيا. صباح النور. ظهر ظهر الحين. مو بشغلس اوكي؟ قهوة معنا من ابوك. سم ولا تدري؟ رح قهوة ولد عمك خليه يجي يتقهوى معنا. هو صح صالح نسيته. يلا قومي انتي دخلي داخل يلا 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 تزيها. مالك دخل انت. لعت نكتين الظهر يلا. خير ان شاء الله، وش فيك معصب؟ وانا دعيتك ترى تمر. اي تمر؟ هل اللي قاعد ترمي منهج عليك ما تحدره؟ افا احسبك جايبه لنا. انا جايب لكم هذا الرفيز ابوي وابوي كازل امه. طيب ترى راس ماله تمر، ندزها للسوق الحين نجيب واحد مثله. اوه اي كرتون تمر هو؟ هذا نوعيه خاصه، نوعيه فاخره، ابوي شاريه ب 1500 ريال، وشلون نلقى مثله؟ اوف 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 تمر ب 1500؟ والله لو انهم ياكلون النخل بروتين. المهم طلعه من هالورطه. عامر صالح تعال تقهوى. اسمع انا بحل الموضوع. انت هد بس انا بضبط الامور اوكي؟ نقول ان شاء الله. ريلاكس ها؟ يلا الصحن ذا توديه البيت أم محمد وذا البيت أم عبد الله. أبشر يمه. يا زين هالتمر زينة. أقول يا صالح أمر أبا وصيك تجيب لي 4 كراتين منه. سام يا عم. 4 × 1500 يعني 6000. ابلش تبي يجيب لك صمولي وأنا راجع يبا. لا لا تجيب ولا شيء، جاب أخوك عامر. وين رايح أنت؟ أبروح أودي التمر للجيران. يجعلوا ما يحدرونه. وش قلت؟ أقول يجعلوا بالعافية يا عم، هنا وعافية. قسم بالله لو ما طلعت من هالورطة إني رن أنا أبوي لين عض الأرض. ما عليك زهلة أنا بضبطك، بس خليك هنا سولف مع أبوي ها. زين التمر أبو عامر. الحمد لله رب العالمين نعمة الله. شي الناهي حبات كبار بعد. إي والله زينات. عامر ليه ما اخذ الكرتون؟ وش تبي فيه؟ انا اي انت عازمين ضيوف في الاستراحه وبحط لهم ذا التمر. وحنا وش علينا من ضيوفك؟ التمر ذا لنا، رح جيب غيره لضيوفك. طيب طيب يما ابى اقول لك شيء بس بيني وبينس. خير وش فيه؟ التمر ذا مو هو لنا. لنا؟ قصري صوتس. التمر ذا شاريه ابو صالح معطيه صالح يوديه لخويه، ترى قيمته 1500 ريال. 1500؟ من وين جايبه؟ فضحتينا يمه. قصري صوتس، تبين تعرفين من وين جايبه؟ ايه. ارفع الشاشه لفوق. هذه اغراض من الوالده، تقول عطها امك الله يحفظها. انا ايامنا اليسر جزاها الله خير. الحين انت يوم وديت التمر حطيته عند الباب يمدينا نروح ناخذه ولا دخلته داخل؟ لا دخلته داخل. شوف حطيت سندويش. مبسوط بعد؟ دزها دزها. يلا يا عم انا استاذن. وين وين؟ اخذت معنا الله يصلح. هلا يا ملغنات، عندي شغلات لزوم انا اخلصه. ما دام عندك شغلات تتخلصهن اتصل ببوك ارسل لي مثلهن. لا لا تسمع عليه، انا اللي جايبه والوالد ما يدري. او نعم رجال ملا ثيابك، ما انت مثل بعض الناس. لو تبين اجيب صد رد يا عم تراه ب 1500 ريال. 1500 ريال الله اكبر. شفت يا الثور؟ تعلم من ولد عمك خلك رجال. يلا ثمان الله. ممال الله. قاعد تسوي انت؟ قاعد ازرع نخل. مهبول انت ولا صاحي؟ يا ابوي الكرتون الواحد ب 1500 يعني بعبي ام البيت نخل.
ايش هالعائله المنتهيه ذي؟ على اساس انك طالع منها، تراك ولد عم يمشي بس يمشي. ناه وش زي ينبو ذا؟ عساك تبين ودي تسدل ابو فالح. يا حبيبي احمد ربك ان لحقنا عليه. لا ناقص. انا داري انه ناقص، امشي انا اضبطك. هذا قسم التمر، شف نفس الشكل. لا ده مشيص ولا انا جايب الرطب. ها هذا هو نفس الشكل شف. لا لا مو هو بذا، هذا قشر ولا جايب لي قشر. لانه ببليسك شلون تعرف تقارن انت؟ 15 سنه بسوق التمر يا حبايبي. ناظر ذا حباته صغار، لا انا جايب حبات كبار. يعني يعدي ذا؟ هذا هو يمشي. اجل امشي خل نروح الاستراحه، دزها يلا. ناخذ اثنين؟ خذ ثلاثه زياده. على 10 والله من الرخص. يلا يا حبيبي سريع سريع قبل ما يجون العيال. ما نبي ولا غلطة. عفا عليك. شف هذا نبي نحطه تحت، والزين نبي نحطه فوق، اوكي؟ اتحداك اذا حد كشفنا. والله انها خطه منتهيه ذي. يلا رص زين. ها الو الو ياسر، في هناك قريبين يا ابن الحلال، وش بغيت؟ في وضع مريب في الاستراحه. افا وش السالفه؟ عامر ولد عمو صالح عندهم مخدرات، جالسين يخططوا على تهريبها. هيا هيا يلا 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 جايين جايين يلا. شو الهرج يا ابويا؟ الحين رايح الاستراحه تعرف شو السالفه. الله يستر. شفت شلون؟ ما قلت لك بضبطك. الحين كل شيء تمام. إلا الوطن وشباب الوطن، إذا ما بلغنا على عامر وصالح ما فينا خير. أجل خلونا نطب عليهم وندهمهم. حلو. متى جيت للرياض يا صالح؟ البارح. غريبة تنشد. ما غريب إلا الشيطان. أقول لا يكثر، نبي نرجع آخر الليل، وش تبون عشاء؟ عشاء؟ وصاير تخيرنا بالعشاء بعد، كثر فلوسك. اعوذ بالله، احنا ما ناكل مال حرام. ايه سلامات، وراكم ترمون الغاز. ايش في الكرتون هذا؟ اوه تمر. ما شاء الله تمر، طيب خلينا نذوقه. لا لا معليش، ده تمر خاص. تمر خاص ولا تمر عام؟ اهدالك يا ابويا. لحد هنا وكفايه، اللعبه صار على المكشوف. مكشوف؟ خوياكم لا حسن. ما عليك منهم، بس يلا مشينا. وقف عندك، حدك، المكان محاصر. ما في شيء يا جماعة. كم هذا تمويه يا حبيبي؟ تمويه. شكلنا ظلمناهم يا عيال. الله يرجك. على العموم لا تنسون تفكونهم. ها أقول لك شكوش، فكهم وروح بيتكم. يا صديق صديق، فكهم بعد 5 دقائق. ادخل. هلا والله بالاخت البطلة. يا هلو. اتحداك يا نصفر البطل. اخلص اخلص، ايش عندك؟ تكفين الفزعة يا خيتي، ابي استحشين اللوز هذا بالتمر وتحطينه بصينيه علشان يطلع فاخر من الاخر. وكم بتدفع؟ افا الحين اقول لك الفزعه ويا خيتي وتحداك الاصفر، بالاخير كم تدفع؟ تراني متوهق مع ولد عمي صالح. هات بسرعه. اكيد بتضبطيني. ايه بسرعه قبل الله هون. كافو يا اخت البطله.
وتعالي بعد ساعة. أروح يعني؟ مسكر الباب. وراس كذا تنفخين، كنت فليتيها. يلا عاد كثرت تراك، ترى بهون. خلاص خلاص خلاص. وهذا صحن التمر وضبطناه. أحلى تمر محشي باللوز، يعني فاخر من الآخر. أقطع بليسك، تسنى زيرين وحدة أنت ووالدة. أتحداك يا شيخ. طيب دقدق على أبو فالح، قل له جايينك. أبو فالح، أبو فالح، أبو فالح، هذا أبو فالح. السلام عليكم. العم أبو فالح. هلا والله أخوي فالح. أنا صالح ولد أبو صالح. جايكم من القصيم الوالد كازم معي أغرام أجيبها لكم. يا هلا وسهلا، الله يسلمكم. والله الوالد منوم في المستشفى. بالمستشفى؟ عسى ما شر؟ ما يشوف شر الوالد، ما يشوف شر إن شاء الله. أجل تدري جايكم للمستشفى. هلا هلا هلا، حياك الله، فمن الله. وش السالفة؟ هذا فالح يقول أبوه مرقد بالمستشفى. طب والحل الحين؟ ما يبي لها مشاور ذي، قول المستشفى، ما أنا براجع للقصيم والتمر معي. طيب خليه يرسل لك موقعه بالوات. ما شاء الله تبارك الله، مرقوق وفي المستشفى. شو تحقرون المرضى انتم ولا ما هو انتم؟ ما هو خبركم قولوا لي. عبدو. ايوه. شو لها ودها هناك؟ ابشر سيدي ابو فالح. هات، وانت ما هو معاك. ما شاء الله. ها شاهي وقهوه. ها ما شاء الله تبارك الله، شو تحيل علي. ها ما هب مرقه في الثلاجه يا رجال. مرت نفاس ولازم تاخذ الشرب. نفاس الله يقومها بالسلامه، لكن المرقه ممنوع في المستشفى. يا سيدي هيا. عبدو. ايوه. شو لديها؟ ابشر سيد بويا. ابوك ياك تمر وفي المستشفى، نقول لكم ممنوع. ما تفهمون انتم يا جماعه الخير؟ يا حبيبي لو تدري عن معاناتنا عشان هالتمرات. يا حبيبي ما لي دخل في معاناتك، اقول لك هذا يعقر المرضى، انتم اللغج ما تفهمون؟ تكفى يا ابن الحلال. ما في تكفى. شز اللون حاتم سيديام، شز اللون الله يستر عليكم. عبدو. ايوه. شو التمر هذا؟ ابشر سيد ابو. وانت زيد ما هو معك. سلامات سلامات، ما يرى باس الوالد. الله يسلمك. طالع منشر يا عم. الله يسلمكم، ما عرفتكم، من انتم؟ انا صالح ولد ابو صالح، جاي من القصيم، والوالد سلم عليك سلام كثير. الله يسلمك ويسلمه. وشلونه؟ لا ابشرك بخير وطيب، وتراه صفط لك مصفوط خاطر كرتون تمر. تمر؟ لا لا، ما ادخل المستشفى الا التمر، ما به. يا جماعة الخير، الوالد ارتفع عنده السكر بسبته دخل المستشفى. على كل حال كثر الله خيركم وجميلكم وصل. أفا هي هي، تعالوا تعالوا، شلوا مصحن حقم تمر حقكم. كلاب بالعافية، حلوا فيه بعد ما تطفحون. يا سيدي مش هنحلي، معانا السكر ومعانا الضغط ومعانا ملعقة ثانيه، شلوا صحنكم شلكم ربي. اسمع عن دامي، وعدت عمي ابو عامر كل محل التمر نشتري مجموعه من التمر ونحطها باربع كراتين وفوقها التمر مع طحينيه. جو وراك فرحان كذا. جو على المطبخ. ها عمي، عمي ابو عامر. ايه سلامات. ما بقى الا تجيب ميكروفون بعد. اوريه وش انا جايب له، واني راجل عنده وعدي. لا لا، انت من يوم ما مدحك ذاك اليوم وانت ماشي. اسمع، الوالد الحين نايم، اهدى من كذا. ها هجل تدري، خلاص صفر. لا تعال تعال، هو اللي معك اعطيه. وراك مستانس انت عشان اذا قام تفاجأ بهن. تفاجأ بهن ورا ما تكتب كذا بعد بكرت مع تحياتي واشواقي وتحطها تحت الكرتون. والله هل ود ودي يا صد ودك. ها دزها الملحق. نزل دزها يلا.